شديد يعني عشان الموضوع ده بالنسبة لي يعني بيضايقني. هو الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هم حبوا يكسروا بيا. فأنا اللي اتروحت في رجلين يعني، وبقى هو حبيبي الله يرحمه ما بين نار بنته وسمعته بقى دي جايه سمعه بنته كمان. ف يعني بس ربنا كبير والحمد لله براءه من اول دقيقه يعني. الحمد لله.